بسم الله الرحمن الرحيم، انا اخوكم دكتور قحطان الخفاجي. قمت اليوم بزياره الى ساحه التحرير يوم 2/11، التقيت ببعض المواطنين وطلعت على الاحوال باعتبار استاذ استراتيجيه اتابع الاحداث لكي نحلل بصوره صحيحه. عدت بحدود الساعه 8:40 ليلا، استقلت سيارتي، تحركت قليلا حتى جاءتني سياره اعترضت طريقي، نزلوا منها اثنان قالوا لا تتحرك بقصد الخطف، سحبوا علي اسلاح، حاولت الهروب، استطعت بالحمد لله والشكر، صدمت احدهم باحدى ابواب سيارتي وصدمت الاخر بالجانب الاخر من السياره، انسحبت الى الخلف، هم هربوا باتجاه ابو ناس. الحكومه انتبهي ان هناك عصابات من هذا النوع تقتل الناس، تتابع الناس، تخطف الناس، انت مسؤوله عن ارواح الاخرين. لجأت الى احدى سيارات الشرطه النجده، النجدة قامت بواجبها بصورة جيدة، انسحبنا إلى منطقة آمنة بفضل الله وفضل الشرطة، ولكن أؤكد العراق صامد بإذن الله، العراق قوي، ولكن الحكومة عليك مسؤولية المضاعفة مضاعفة، وعلى العالم أن يسمع أن العراق في مأزق كبير والعصابات تخطف وتقتل كما تشاء، والله أكبر والنصر للعراق بإذن الله.